ملف إيران الحاضر الأساسي في مجلس الأمن، ولكن لجلسة اليوم خصوصية أكبر لسببين. الأول أن الجلسة رأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشارك فيها رؤساء ومسؤولو الدول الأعضاء. أما السبب الثاني فتزامنها مع جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتصويب المباشر ضد إيران وأنشطتها المشبوهة. في الجلسة ندد الرئيس الأمريكي بتزايد سلوك إيران العدائي في الأعوام التي تلت توقيع الاتفاق النووي، واعدا بأن تطبق العقوبات الأمريكية على طهران في شكل كامل بداية نوفمبر. ومن جهته قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن بلاده تتشارك مع الولايات المتحدة في موقفها المتشدد حيال عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. النظام الإيراني هو أكبر راع للإرهاب ويثقل الأزمات والصراعات في كثير من أنحاء العالم. نظام بهذا السجل يجب أن لا يسمح له بحيازة أسلحة نووية. لذلك أعلنت منذ بداية العام أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران. هذا الاتفاق الأحادي الفظيع سمح لإيران باستمرار الحصول على الأموال. كانت إيران بوضع حرج وبحاجة للأموال، ونحن أعطيناها تلك الأموال. وبعد هذا الاتفاق ازدادت الأعمال العدائية لإيران لدعم الإرهاب في المنطقة، وبعد انسحابنا من الاتفاق فرضنا المزيد من العقوبات، وهي أقصى من أي وقت مضى، وستطبق بالكامل في 5 نوفمبر المقبل لمواجهة كل الأعمال الخبيثة لإيران. كل طرف يفشل في تطبيق تلك العقوبات سيكون معرضا لعواقب وخيمة. أنا مقتنع بأننا نتحرك جميعا لنفس الهدف، وهو منع إيران من امتلاك السلاح النووي وضمان أن يكون هناك آلية تضمن سلمية برنامجها النووي. لذلك أنا أوافق وأتشارك الرأي مع ما قاله الرئيس الأمريكي بخصوص المخاوف من امتلاك إيران لأسلحة نووية رغم اختلافنا حيال الاتفاق النووي مع طهران. أعتبر شخصيا أنه يجب بناء استراتيجية طويلة الأمد لاحتواء هذه الأزمة. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا من الرياض أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبد الله العساف. دكتور عبد الله، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. ثمة إجماع غربي في جلسة مجلس الأمن التي تابعناها اليوم على ضرورة وقف التدخلات الإيرانية في الإقليم، وقف دعمها للميليشيات بالصواريخ وبمختلف الأسلحة. برأيك على ماذا تشير هذه المعطيات؟ مساء الخير قاسم. أنا اليوم أعتقد أنه اليوم العالم أو المراقب للشأن الإيراني لا تكاد تخطئ عينه، أنه اليوم العالم يكاد يتحد ضد الإرهاب الإيراني بشكل كبير جدا، يكاد يصنف اليوم إيران بأنها هي الراعية الأولى للإرهاب. اليوم سمعنا كلمات عدد كثيرة من رؤساء دول العالم، سواء خصوصا الرئيس اليمني وغيره، التي أشارت إلى إيران ودعمها للميليشيا الحوثية وتغولها في المنطقة. لكن المشكلة اليوم سيدي الكريم هو ما يقلقني كثيرا في هذا الأمر، ونحن على أبواب 4 نوفمبر القادم، أنه هناك التفاف أو محاولة للالتفاف وإيجاد آلية من قبل الاتحاد الأوروبي للالتفاف على القرار الأمريكي بفرض عقوبات اقتصادية على إيران. إيران اليوم لديها كثير من المشكلات، لكنها تحاول اليوم أمام الداخل الإيراني وأمام دول العالم بأسلوبها الساحر الدبلوماسي أن ترى أن تصف ما يجري اليوم حولها بأنه هذا نوع من أنواع المؤامرة عليها، وهم لا، ولكن الساسة الإيرانيين والنظام الإيراني لا يريد أن يفهم ولا يريد أن يستوعب أن ما يجري اليوم هو نتائج أعمال سياساته الشريرة في المنطقة، سواء في الداخل أو في الخارج. وربما هذا ما أشار إليه الرئيس ترامب، بأنه إيران أطلقت يدها خصوصا بعد توقيع الاتفاق 5+1 في 2015 بشكل كبير جدا، وتغولت في المنطقة واستثمرت هذه العوائد الإيرانية المجمدة في مشروعها التدميري للمنطقة.
إذن هناك اليوم إصرار عالمي، وأن كان اليوم هذا الاتحاد أو التوافق عفوا وأن كان خطابيا بعض صحيح. الدول الأوروبية وخصوصا الرئيس الفرنسي صحيح. إلا أنه قد يتحول إلى جانب إن شاء الله إجرائي في القريب العاجل. روحاني يعتبر أن واشنطن ستعود في النهاية للاتفاق النووي وأن الوضع الحالي لن يستمر، هل تستغل هنا إيران الانقسام الأوروبي الأمريكي حول مسألة العقوبات برأيك؟ لا يمكن أن تعود، هذه خطوة اتخذتها الولايات المتحدة وأجمعت عليها المؤسسات الدستورية والتشريعية في أمريكا، وهي أن هذا يعتبر أسوأ اتفاق. الاتفاق دائم له طرفين، يفترض في هذين الطرفين أنهم كلاهما رابح، لكن هذا الاتفاق النووي الرابح الوحيد فيه هو النظام الإيراني. الاتحاد الأوروبي نظر إلى الجزء الكبير من الكعكة التي سوف يحصل عليها في طهران، ولم ينظر إلى التداعيات الأمنية والسياسية التي ستصيب العالم، اعتقادا منه أن الخطر الإيراني يتمحور أو ينحصر في منطقة الشرق الأوسط تحديدا. ما علم أنه اليوم الاتحاد الأوروبي ضربه للإرهاب الإيراني، سيد أسدي قبض عليه وهو سفير وهو إرهابي في زي سفير في النمسا وفي ألمانيا وفي غيرها من الدول الأوروبية لتفجير مقر لاجتماع المعارضة الإيرانية قبل شهرين في باريس. إذن يجب أن توسع نظرتها الاتحاد الأوروبي وبشكل كبير بعيدا عن النظرة الاقتصادية الضيقة. النظرة الاقتصادية والاقتصاد سوف يتم تعويضه، لكن إذا ما كان هناك إرهاب عالمي صحيح. أو كان هناك مشكلة سيتراجع الاقتصاد وينحسر، خصوصا أن هذا التصادم في منطقة حيوية لا غنى للعالم عنها. نعم. على ذكرك للآلية الأوروبية دكتور عبد الله، مقايضة البضائع ربما الأوروبية بالصادرات النفطية، هل هذه الآلية ستنجح يعني وستصمد في النهاية؟ لا، في البداية نعم ربما يكون هناك تمرير، لكنها لن تصمد طويلا، لأن الاتحاد الأوروبي تحديدا لن يستطيع أن يغرد خارج السرب الأمريكي. الاتحاد الأوروبي أمامه تهديدات، في الجانب الآخر هناك روسيا وهناك بعض المشكلات التي يعاني منها من المهاجرين. الاتحاد الأوروبي مهما أوتي من قوة وهو كمن يمشي برجل واحدة دون غطاء أمني وسياسي ودعم كبير من الولايات المتحدة. طيب. نعم هم في البداية ربما يغلبون الجانب الشخصي أو المصلحي لشركاتهم، لكنه لن يستمر طويلا. لذلك ترامب مقتنع بأن الأوروبيين سيحسنون التصرف في الملف الإيراني، هل ثمة مؤشرات تدفع بهذا الاتجاه برأيك؟ أنا أعتقد أن كلمة الرئيس ترامب اللي حضرتك أشرت إليها الآن قبل قليل هي رسالة كبيرة للاتحاد الأوروبي، عليه أن يفهم وأن يحسن التصرف وأن لا يتصرف بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يتصرف وفق ما تقتضيه المصلحة الأممية العامة. ما لم يتم خلال التوافق على المشروع الدولي أو أممي تجاه إيران، ربما يكون هناك أيضا أطراف أخرى خاسرة من الاتحاد الأوروبي تحديدا. نعم. البعض يشير سيد عبد الله بأنه إدارة ترامب تعمل على صياغة مبدأ من ليس معنا فهو ضدنا، إلى أي حد ربما هذا المبدأ إن تمت صياغته ربما يؤثر على علاقة الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا في الملف النووي الإيراني إذا استمر هذا الخلاف؟ دعني أعود قليلا لما حضرتك أشرت إليه قبل قليل، وهو أن تحسن دول الاتحاد الأوروبي التصرف في قراراتها وفي توجهاتها للتعامل مع إيران. أيضا هنا رسالة مبطنة، إن لم تكن معي فأنت ضدي، والاتحاد الأوروبي يدرك جيدا مغزى هذه الكلمة ويدرك جيدا أن هناك يقف خلفها رئيس إذا قال فعل، وبالتالي لا يمكن التنبؤ إلى أي مدى يصل الرئيس ترامب في قراراته. وهناك أيضا تخوف مرة أخرى من الاتحاد الأوروبي أن يعاكسوا الرئيس ترامب في اتجاهاته، وبذلك هم مضطرين أن يمشوا في ظل سياسة الرئيس الأمريكي، لكن هم يحاولون اليوم تحقيق أقل المكاسب في الاتجاهين، في الاتجاه الأمريكي وفي الاتجاه الإيراني. نعم. كما أشرنا لخطاب ترامب كان لافت اليوم وتوعد إيران بأنه سيفرض أشد العقوبات وأن هذه العقوبات ستكون أكبر من أي وقت مضى، لكن في المقابل هناك الجانب الإيراني الذي يستقبل هذه التصريحات
التصريحات على أنها سخرية ومزحة وما إلى ذلك، ويقول بأنه هذه العقوبات لن تنفذ على أرض الواقع. إلى أي حد الإيرانيين واهمين حينما يعتقدون بأنه ترامب ليس جدي في عملية المضي قدما في هذه العقوبات؟ سيدي الكريم، الإيرانيون أكثر من غيرهم إدراكا لما يعنيه الرئيس ترامب في قراراته، وأكثر خوفا من الآخرين، لكنهم يريدون اليوم امتصاص هذه الصدمة حتى لا يتأثر الداخل الإيراني الهش بطبيعته والقابل للانفجار، بل المستعد للانفجار بشكل كبير. هم يحاولون الحفاظ اليوم على الصورة المعنوية أو الروح المعنوية لمقاتليهم وميليشياتهم في اليمن وفي سوريا وفي العراق. أما من الداخل فأعتقد أن هناك خوف ليس له نظير، سواء في قلب روحاني أو في قلب ظريف أو في قلب حتى مرشد الثورة. هناك توقع وهناك تخوف، ولذلك هم يستبقون الأحداث من العمل الدبلوماسي المكثف خلف الطاولة وبرحلات مكوكية لا أحد يعلم عنها في الاتحاد الأوروبي، ومحاولة إيجاد ضغوط كبيرة لثني الرئيس الأمريكي عن قراراته، ومحاولة إصلاح بعض الخلل في سياستهم الخارجية، لكن دون ما جدوى. نعم، شكرا جزيلا لك سيد عبد الله العساف، أستاذ الإعلام السياسي، حدثتنا من الرياض. شكرا جزيلا لحضورك.